هي هي كرة القدم، فيها الربح وفيها الخسارة. أسود الأطلس ما قصروا، الله يعطيهم العافية على هذا المستوى اللي يرفع الرأس. خلونا نفتخر بهذا المنتخب العربي اللي عم يقدم مستويات رائعة وخرافية وينافس أفضل المنتخبات العالمية. كان قريب المنتخب المغربي من الوصول إلى المباراة النهائية. الشوط الأول قدم مباراة رائعة وكبيرة أمام إسبانيا، واستطاع أن يسجل هدف التقدم عن طريق الفتى الرائع سفيان رحيمي اللي عم يقدم مستوى رائع وخرافي مع العين، والآن مع المنتخب المغربي. ولكن في الشوط الثاني المنتخب الإسباني عدل الأوتار واستطاع أن يستغل الأخطاء وأن يسجل هدفين منحوه التأهل إلى المباراة النهائية من الأولمبياد. لسه هناك فرصة للمنتخب المغربي من أجل حصد البرونزية. ستكون المباراة أمام الخاسر من مباراة فرنسا ومنتخبنا المصري. أتمنى الأفضل للمنتخب المصري وما تكون مواجهة عربية في المركز الثالث والرابع. أتمنى أن يتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية ويحصد الذهب، وتكون الميدالية الأخرى من نصيب المنتخب المغربي. هارد لك للجمهور المغربي والعربي أيضا. كنا نتمنى وصول الأسود إلى النهائي ولكن ما في نصيب لهم، والقادم أفضل بإذن الله تعالى. تحياتي لكم.